أهلا وسهلا بكم. في هذا الدرس سأقدم لكم جواب عن سؤال يطرح بكثرة من قبل من يلج عالم لينكس لأول مرة، أو حتى من قبل من استعمل لينكس لفترة ولا زال في مرحلة الانتقال بين التوزيعات. هذا السؤال هو: لما هناك توزيعات كثيرة في لينكس؟ ألا يشوش ذلك على الراغبين في استعمال أنظمة لينكس؟ طيب، للإجابة عن هذا السؤال لن أكتفي فقط بالجواب البسيط، بل سأقدم لكم الأسباب بتفصيل مع تقديم لمفاهيم في أنظمة لينكس مهمة لكل من يريد استعمال لينكس أو يستعمله مسبقا، وحتى لمن يدرس الإعلاميات. طيب، الجواب عن هذا السؤال لما هناك توزيعات كثيرة في لينكس سأقسمه لثلاث مراحل، أو سأقسم أسباب الكثرة في توزيعات لينكس لثلاثة أسباب. أولها هناك سبب تقني، ثانيها هناك سبب فلسفي، وثالثها هناك سبب عام سأوضحه أيضا حين أصل إليه. إذا نبدأ بالسبب التقني. السبب التقني هو بنية أنظمة لينكس، كيف هي مكونة أو كيف هو النظام مكون. سأوضح لكم ذلك عن طريق شرح للمكونات. إذن حين نتكلم عن توزيعة في نظام لينكس، فهي مكونة من مكونات منفصلة تتواصل فيما بينها. إذن النظام ليس ككتلة واحدة، ليس كجزء واحد، بل هو مكونات الواحدة تتواصل مع الأخرى. ما هي هذه المكونات؟ هو ما سأريكم الآن. إذن لدينا أولا ما يسمى بالنواة. لدينا نواة نسميها هي ما يسمى لينكس. إذن لينكس هو اسم النواة. هذه النواة هي التي تتعامل مع العتاد، هي التي تتعرف على القطع الإلكترونية وما إلى ذلك. ليس بالضرورة، لست مضطر لمعرفة شغل النواة الآن، فقط أريدك أن تستوعب بنية النظام. إذا لدينا النواة، ماذا لدينا أيضا؟ لدينا ما يسمى بالشيل، أو البعض يسميه طرفية، هناك أسماء عديدة، لكن الشيل هو نقول برنامج يتعامل مع النواة عن طريق أوامر، تدخل له أوامر فيرسل هذه النواة وتقوم بتنفيذها. هناك شيء أو مكون آخر هو ما يسمى بواجهة المستخدم. واجهة المستخدم هي ما نراه من نوافذ. مثلا الآن أستعمل واجهة المستخدم، هي التي تمكنني الآن من الضغط على أيقونات تنقل بين البرامج. إذن هي تمكن من التعامل مع النواة عن طريق نوافذ وليس عن طريق أوامر. يمكن أيضا من خلال واجهة المستخدم التعامل مع ما يسمى بمحاكي الطرفية، هو الذي ندخل فيها الأوامر، وهو بدوره يتعامل مع النواة. إذن إما تعامل مباشر أو تعامل عن طريق الشيل، لهذا تركت هذا الفراغ هنا. مكون آخر هو البرامج. بعد واجهة المستخدم نجد البرامج. إذا البرامج هي ما أستعمل، مثلا الآن أنا أستعمل هذا البرنامج MyPaint للكتابة. إذن البرامج. بعد ذلك هناك مكون آخر هو ما يسمى هو ما يسمى ببرامج المستخدم. فرقت بينهما، بين البرامج وبرامج المستخدم. السبب سأوضحه بعد قليل. إذن هذه هي المكونات الأساسية لتوزيعها في أنظمة لينكس. الآن نتعرف على بعض المفاهيم أو الكلمات التي تسمعونها بكثرة حين تبدأون في استعمال لينكس، وربما البعض لا يعرف معنى. إذن النواة والشيل لن أدخل فيهما بالتفصيل، لأن المبتدئ عموما لا يتعامل معهما بطريقة مباشرة. لكن واجهة المستخدم، مثلا هناك عدة واجهات للمستخدم. هذا الجزء هنا نسميه بواجهة المستخدم. مثلا واجهة المستخدم المتوفرة على أنظمة لينكس، مثلا تجد جنوم شيل، جنوم كلاسيك، يونيتي، كي دي اي، فهذه كلها تسمى أو سينامون، هذه كلها تسمى بواجهة المستخدم. شيء آخر وهو حين تضيف واجهة
المستخدم وتضيف عليها برامج، فهذه نسميها بيئة المكتب desktop environment، بيئة المكتب. بيئة المكتب مثلا نجد جنوم، نجد كي دي اي، نجد اكس اف سي اي، نجد ال اكس دي اي، فهذه تسمى بيئات المكتب. اذا بيئة المكتب مكونة من واجهة مستخدم زائد برامج افتراضية، كل بيئة مكتب تكون لها برامج افتراضية خاصة بها. طيب الآن يمكن أن أضيف هنا أن الشيل أو جزء من الشيل أيضا يتغير على حسب بيئة المكتب، لكن عموما ليس هناك تغيير حتى النواة، لكن كما قلت هذين العنصرين أتركهما جانبا الآن لأن الدرس موجه بالأساس للمبتدئين. إذا هذه نسميها بيئة المكتب، سأكتب هنا كي عفوا، إذا هذا نسميها بيئة مكتب. كمثال لدينا مثلا كي دي اي، جنوم، اكس اف سي اي، ال اكس دي اي، انلايتمنت، فهناك عدة بيئات مكتب. حين تجمع هذه المكونات الأربعة نواة شيل، واجهة المستخدم زائد برامج، تحصل على ما يسمى ب أن هذه المكونات كلها نسميها ب توزيع. إذا هذه نسميها بتوزيع. برامج المستخدم هي ما تثبته أنت حين تثبت توزيع ما وتثبت برامج خاصة بك، إذا هي لا تدخل في برامج التوزيع، ليست ضمن البرامج الافتراضية، لكن يمكنك أن تثبتها أنت بنفسك. إذا هذه هي بنية أنظمة لينكس، مكون بنية على شكل مكونات غير مرتبطة بعضها بالبعض، بل تقوم بالتواصل فيما بينها. إذن هذا كان هو السبب، قلنا هذا سبب تقني. لما قلت سبب فلسفي؟ السبب الفلسفي هو بسبب الفلسفة التي تعتمدها أنظمة لينكس. هذه المكونات كلها حرة. ماذا أقصد بحرة؟ أو ماذا نقصد بالبرامج الحرة؟ إذن هذه البرامج أو هذه المكونات كلها حرة. معنى ذلك هو أن كل شخص له الحق في تغيير أي جزء من هذه المكونات كما يريد لأي غرض يريد، ومشاركته مع أي شخص يريد. إذن ليس هناك تقييد للحقوق، لا يوجد، لا تجد هنا واجهة مستخدم تقول لك لا تغير في أي شيء، بل هناك حرية، يمكنك أن تغير ما تشاء ما دام لك القدرة على ذلك، أو لك يعني الإمكانيات والمعارف لذلك، أو يمكنك تشغيل شخص للقيام بتلك التغييرات لك. طيب الآن ماذا يعني هذا بالضبط؟ سأعطيكم مثال لتوزيعات أوبونتو. أوبونتو مثلا في الأول كانت مكونة من نواة، من شيل، واجهة المستخدم جنوم، برامج افتراضية نوتيلوس، ريثم بوكس، فايرفوكس، وبرامج مستخدم كان يمكن أي مستخدم أن يثبتها من بعد. ماذا حدث؟ هو أن توزيعات أوبونتو كانت أو لا تزال لحد الآن في البرامج في البرامج لا تضمن مثلا الكوديكات الخاصة بالصوت، الفيديوهات، جافا، فلاش، وما إلى ذلك. إذن كانت حين تثبت التوزيع لا تجد تلك الكوديكات في مجال البرامج. إذن هنا في هذا المجال لأوضح، إذن في هذا المجال كان هناك نقص لنقل أن التوزيع لا تأتي بتلك الكوديكات والتعاريف مثبتة افتراضيا. السبب هو أنها غير تلك برامج، ليست ببرامج حرة. فأتى شخص آخر قال لا، أنا أريد أن أضع هذه البرامج افتراضية. فماذا فعل؟ أخذ النواة كما أو أخذ توزيعات أوبونتو كما هي، وأضاف لها هذه البرامج هنا، هذه التعريفات، هذه الكوديكات، فأصبح توزيع تأتي مثبث افتراضيا، مثبثة أو مثبثة معها برامج افتراضيا خاصة بكوديكات الصوت، الفيديو، جافا، فلاش، وما إلى ذلك، وسماها توزيعات مانت. إذن انطلاقا من توزيعات أوبونتو، لأنها مكونة من مكونات، هو
لم يعجبه شيء واحد في هذا المكون هو البرامج، قال بأنها به نقص. وبما أنه لديه الحرية للتغيير في هذا المكون، أخذه غير فيه، أضاف إليه كوديكات تعريف، وأخرج تجزئة أخرى سماها تجزئة منت. ومع الأيام تجزئة أوبونتو تغيرت، غيرت بيئة المكتب أو واجهة المستخدم الخاصة بها. ذاك الشخص الذي طور منت لم تعجبه واجهة المستخدم الخاصة بتوزيعات أوبونتو الجديدة، يعني واجهة يونيتي، فقام بتغيير هذه الواجهة وطور واجهة خاصة به اسمها سينامون. إذن هذا التطور دائما الابتعاد من توزيع إلى توزيع، أو الانطلاق من توزيع للوصول لتوزيع أخرى. سبب ذلك كما قلت هو هذين السببين الأساسيين، هو السبب التقني أن المكونات منفصلة، وأن لكل شخص الحرية في التغيير كما يشاء. لأعطيكم نظرة مثلا عن واجهة المستخدم لمن لم يستعمل لينكس من قبل، مثلا هذه واجهة المستخدم ما يسمى بيونيتي، هذه واجهة مستخدم يسمى بجنوم كلاسيك، هذه ما يسمى بواجهة مستخدم جنوم شيل، هذه واجهة كي دي اي وهي التي استعمل مثلا الان. واجهة كي دي اي تلاحظ انه تقريبا نفس الفرق، نفس الشكل، فقط هذه باللغة الانجليزية، هنا زر مطلق التطبيقات، وهنا على اليسار هذه تسمى بواجهة انلايتمنت، وهذه واجهة كي دي اي ايضا، ولكن على توزيع اخرى، تقريبا نفس التصميم، نفس الترتيب للمكونات، نفس الشكل. إذن هذا ما نسميه بواجهة المستخدم. هذا الجزء هنا هو ما نراه بعيوننا حين نستعمل الحاسوب. قلت أن هناك سبب ثالث، هو ليس بسبب سبب رئيسي، ولكن السبب هو عام، هو أن لكل شخص ذوق وحاجات مختلفة. وبما أن كما قلنا هناك مكونات مختلفة وهناك حرية في التغيير، فكل شخص يغير على حسب رغبته، على حسب احتياجاته، وهذا ما يجعل أو ما يوضح سبب ظهور توزيعات كثيرة. أنا أعطيت مثال مثلا انطلاقا من توزيعات أوبونتو التي هي بنفسها اعتمدت على توزيعة أخرى اسمها ديبيان، لأن توزيعة ديبيان صعبة نوعا ما، فجاءت توزيعة أوبونتو قالت لا، هذه الجزئين سأغير فيهما لأني أريد أن أعطي برامج سهلة وواجهة مستخدم أسهل للمستخدم العادي. بعد ذلك جاء مانت كما قلت وقال لا، أريد أن أضيف تعريفات افتراضيا في التوزيع، فجاءت توزيعة مانت، ومنها تم اشتقاق توزيعات أخرى. إذن هذين السببين الأولين مع سبب أن لكل شخص ذوق ورغبات وحاجات مختلفة يفسر لما هناك توزيعات كثيرة في عالم لينكس. البعض يقول أن هذا شيء سلبي لأنه يشوش على المستخدمين الجدد، لا يعرفون أي توزيع يختارون، لكن البعض الآخر يقول لك لا، هذا شيء جيد لأنه يضمن استمرار الحرية، وأن هناك توزيعات مختلفة تلبي حاجيات كل فئة من الأشخاص بشكل جيد. من يريد توزيعة خاصة بالديزاين يمكن أن يحصلها، من يريد توزيعة خاصة بالإنترنت فقط، يعني معتمدة على الإنترنت، يمكن أن يحصلها، وما إلى ذلك. إذن هناك دائما أخذ وشد في هذا المجال. بالنسبة لي أعتبر أن هناك توزيعات كثيرة، لكن الفرق بينها ليس بالكبير. العربية يكون الفرق في البرامج وواجهة المستخدم، لكن ليس بفرق كبير يمكن لمن له المعارف الكافية الانتقال داخل توزيع ويستعمل توزيع معينة، يمكنه أن يغير واجهة المستخدم، يمكنه أن يغير البرامج، بطبيعة الحال يمكنه أن يغير البرامج التي يثبتها بنفسه، فيحس كأنه ينتقل من توزيع إلى أخرى رغم أنه يستعمل توزيع واحدة. إذن أعتقد أن هذا كل ما كنت أريد
الإشارة إليه في هذا الدرس، ربما أطلت، ربما لا أعرف. سيسعدني أن أعرف آراءكم، مقترحاتكم، وأيضا رأيكم في كثرة التوزيعات على لينكس. هل بالنسبة لكم مشكل أم أنه شيء جيد، شيء إيجابي، ولم تواجهوا أي مشكل معه حين بدأتم في استعمال لينكس، أو إن كنتم لا تزالون في مرحلة التفكير في الانتقال لاستعمال لينكس؟ إذن نلتقي في درس قادم إن شاء الله. إلى اللقاء.